الجماعات الإسلامية دي أخطر ما عشان نبقى عارفينها يعني، أخطر ما فيها المفاهيم اللي بيحطوها في عقل الأولاد أولادنا، وعشان الأحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا أو اللي بيحاولوا يتقربوا لهم يشوفوا أي جريمة بترتكب في حق أجيالنا ومصر. فكر الناس دول إيه؟ فكر الناس دول حاجة اسمها الحاكمية، بمفهومها انه الحكم بما انزل الله ورفض اي قوانين وضعية. العنف، الايمان بحتمية الاصطدام مع السلطة الكافرة والمجتمع الجاهل والقضاء عليه، اخطر ما فيها بقى، ودي اللي بزرها الاخوان المسلمين، وجوب مبايعة أمير الجماعة والالتزام بمبدأ السمع والطاعة له في جميع الظروف. يعني والله ما بيحتموا هذا لله سبحانه وتعالى اللي يستحق ان احنا السمع والطاعة بلا جدال، انما بيطبقوها لامير الجماعة. وبعدين عشان يفضل بقى في الدايرة، عدم الاخذ باي مذهب من المذاهب في التفسير للقرآن والسنة، والاعتماد فقط على تفسير امير الجماعة للايات القرآنية والاحاديث النبوية. بعد ما خد السمع والطاعة دي، كان الله يرحمه الشيخ حسن البنا هو اللي حطها، وانا زي ما انتم قريتم قبل كده انا معاصر للشيخ حسن الله يرحمه، وكنا بنشتغل يدا بيد، خصوصا ايام التنظيم السري واحنا بنشتغل ضد الانجليز والملك والاحزاب، انما ضد مصر ما اشتغلتش الحمد لله، انا بشتغل لمصر. السمع والطاعة بيخلق انسان ميكانيكي، وبعدين تفسير القرآن امير الجماعة اللي يقول، طب امير الجماعة تلميذ او امير امراء الجماعات؟ دكتور متخرج بقاله سنة 23 سنة 24 سنة، وفي مفتي الديار المصري يقول لك لا ما تسمعش المفتي الديار المصري، امير الجماعة هو اللي يفسر القرآن. هذه الخطورة. وبعدين طبعا تحريم الولاء للدولة، تحريم الانضمام للقوات المسلحة لانها كفرة، تحريم الصلاة خلف الائمة باعتبارهم تابعين للدولة، تحريم العمل في الدولة والمؤسسات العامة، رفض القوانين والتقاضي أمام المحاكم لأن المحاكم محاكم الجاهلية، تحريم الإنفاق على المعيشة من أموال الدولة لأنها أموال حرام، تحريم التعليم لأن القائمين عليه من الكافرين، ولأن المواد التي تدرس في دور التعليم غير إسلامية. وبعدين شوفوا المغالطة، ولأن الله خلق الإنسان لعبادته فقط، ووجوب اقتصار التعليم على القرآن والسنة. هي دي عبادته اللي هي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن هنا راح مطلعينها انه التعليم بقى كله كافر، والقرآن والسنة بس، اما الباقي كله الجديد ده، الطبيعة، الكيمياء، الذرة، نعيش العصر اللي احنا فيه، لا 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 ده كافر.
تحريم الملكية الخاصة لأن الله مالك كل شيء. شوفوا اللعبة بالألفاظ. طب ما هو الله مالك كل شيء فعلا، صحيح، بس يعني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، استخلفنا فيه. تحريم عمل المرأة أو تعليمها لأنها خلقت لتربية النشأ والتزام المنزل. تحريم مشاهدة التلفزيون والسينما ووسائل الإعلام الأخرى لأنها تنشر الفساد. إن المسلمين الآن يعيشون في دار حرب، ومن ثم وجب الجهاد.